سرعة. السرعة السرعة المتجهة المتوسطة. السرعة المتوسطة. السرعة المتجهة المتوسطة حسب التعريف هي ميل منحنى الموقع الزمن، ميل منحنى الموقع الزمن. والسرعة المتوسطة هي القيمة المطلقة للسرعة المتجهة المتوسطة. يعني ايش؟ يعني مقدار واتجاه. يعني هنا ممكن نقول ايش؟ مقدار واتجاه. أما في هذه في الحالة الثانية السرعة المتوسطة مقدار فقط، يعني ليس لها إشارة، مقدار فقط ليس لها إشارة. أما السرعة المتجهة المتوسطة يمكن. بالنسبة للسؤال الأخير في أسئلة المراجعة، السؤال 33، التفكير الناقد: ما أهمية عمل نماذج مصورة ونماذج فيزيائية للحركة قبل البدء في حل معادلة ما؟ نحن قبل الحل دائما نعمل رسمة تشكيلية، تخطيط، رسم بياني، نموذج مصور، المهم نعمل شكل ما قبل حل المسألة. طيب ما الغرض؟ هنالك غرضان من هذه العملية. واحد يساعد أو يساعدنا على تصور المسألة بوضوح. اثنين يساعدنا على اختيار النظام الإحداثي المناسب. وهذا أساسي. لماذا؟ للتأكد من أنك تستخدم الإشارات صحيحة بغرض تحديد الإشارات. مهم جدا لتحديد الإشارات موجب سالب، وهذه تفرق في حل المسألة. يعني نقطتين عندنا تنبع منهم أهمية عمل النماذج، أنه واحد يساعدنا على تصور المسألة بوضوح، اثنين يساعدنا على اختيار النظام الإحداثي المناسب. وقلنا النظام الإحداثي المناسب الغرض منه هو تحديد الإشارات، تحديد الإشارات، هل هي إشارة موجبة أم الإشارة سالبة.